السنة إنه تنحل بسوريا، نحل الحرب إن شاء الله. ونيتها الثانية لهذه السنة إنه يكون عندي أخ صغير كمان. بتمنى بعيد هذا الطفل إنه تحرر سوريا، نعيش بسلام، بابا يتطور أكثر، نتطور تركيا. وبحب أتطور أنا باللغة، أصير بالأوائل، ويعني يعيش كل العالم بسلام. بحب أنا ورفقاتي ما نتشاجر، وبحب لكل هالمشاهدين كمان يقولوا معي هالأغنية إن شاء الله تتحرر سوريا. إن شاء الله أصير صف سادس وأرجع، وبس يصير عيد الطفل ونرجع سوريا إن شاء الله، لأنه صار لي 3 سنين ما شفت جدة. أتمنى تكون منطقتنا بخير، ومثل كل عالم منطقتها بخير، وبتمنى نرجع سوريا كلياتنا، وبتمنى أنا أكون شاطرة بصفي وبأعلى أعلى علامات، وكون شاطرة وأرجع على صف الأتراك وقوي حالي أكثر وكون أحسن من الأتراك. نيتي بعيد الطفل نيتي تخلص الحروب واجتمع مع بيت جدي، صار لي 3 سنين ما شفته. بتمنى نرجع سوريا وتصير سوريا أحسن، وعلامتي أنا بالتركي ضعيف، بتمنى تصير إنه كويسة وتفوق على الطلاب، تصير أحسن من قبل.